هنا في قردان يعيش الأهالي معاناة كبيرة جراء انقطاع التيار الكهربائي عن المديرية بعد تعرض خطوط الكهرباء لأضرار بالغة بسبب العواصف المصاحبة للأمطار التي شهدت تشبوها منذ أسابيع. ومنذ ذلك الحين يحاول الناس التخفيف من وطأة المعاناة بشتى الوسائل البديلة. الكهرباء هي مشروع فعلا معاناة، نعاني كثير من الكهرباء هذا، وقد كانت تولى عنا في 24 ساعة ساعتين فقط، كنا نقول يلا نمشي بالساعتين هذا. الكهرباء انقطعت بسبب تكسر الأعمدة الخشبية، أعمدة خشبية من الأعمدة التقليدية، فنطالب بتوفير أعمدة اسمنتية مقاومة للرياح وتصدى، فلم ينظر ولم يتم تصليح عمود واحد. المرافق الحيوية هي المتضرر الأكبر من غياب خدمة الكهرباء، فالمستشفى الوحيد في المديرية يعتمد حاليا على مولدات خاصة تستهلك الكثير من المحروقات. الحقيقة العالي في مديرية قردان من انقطاع التيار الكهربائي مما أثر علينا في عمل المستشفى، حيث المستشفى الآن يشتغل يعني على مولد خاص ويستهلك مادة ديزل بكثرة يعني، وحيث ضعف نفقة الشغل المستشفى مما يعني عانى المواطن معاناة كثيرة. لم تكن شبكة الكهرباء في قردان على ما يرام قبل حلول هذه الكارثة، إذ لا يختلف الحال كثيرا عن غيرها من مديريات المحافظة فيما يتعلق بساعات تشغيل التيار، لكن غيابه بشكل نهائي أثر كثيرا على مصالح المواطنين وحياتهم اليومية. إبراهيم حيدرة، قناة بلقيس، شبوة.